وطبعا الحجر من عندنا انه اذا نغلي هاي الكحول الابخره مالتها راح تكون يعني سامه، ابخره قويه. درجه الغليان لازم نضبطها، يعني انا عندي الووتر يغلي بال100 درجه مئويه، الحين انا عندي الكحول يغلي بال70 بال65، بنضبط درجه الحراره. الكحول is a general solvent for many plant constituents for most fixed oils. Most fixed oils accepted. يعني أنا أستخدم الكحول ممكن بغالبية الاستخلاص باستثناء fixed oils. هاي لها طرق خاصة طلاب، ما أستخدم إياها كحول. يعني الكحول ممكن يعني تتفاعل مع fixed oils وما أقدر أستخلصها أصلاً. فما مناسبة fixed oils، تجي لها طرق خاصة. هي بجهاز لافنجر مثلا، طرق تقطيع طلاب الاويلز بشكل عام، سواء فيكست اويلز او ازينشال اويلز، تكون دائما استخلاصها بتقطيع طرق خاصه. هذا such many or may give problems in the subsequent elimination of pigments, resins, etc. Water immiscible solvents are widely used. طبعا الووتر شيء آمن، استخدامه كثير، متوفر، رخيص، طبعا تشيب اكيد هو يعني موجود عندنا. لكن يا ووتر الطلاب هنا، أنا ما اجي يعني من التاب ووتر، لا، يكون ديستلد ووتر، يكون ديستلد ووتر. ليش ديستلد ووتر؟ لان التاب ووتر ممكن تكون فيه عناصر كيميائيه، ممكن تكون فيه، فبالتالي انا ما اعرف يعني هذه العناصر ممكن تتداخل وتتفاعل مع المركبات الفعالة اللي عندي وراح تعطيني غير مركبات، ممكن تكون مي ملوث فإذا راح يخرب لي الاستخلاص، فلازم يكون distilled water هنا حتى أضمن إنه هو خالي من العناصر، خالي من الشوائب. واضح هذا الشكل؟ يكون من يقول water يعني لازم distilled water. عندنا light petroleum فور ازين، هاي بعض الامثله كمذيبات كسولفنت. البتروليوم فور ازينشال اند فيكست اويلز، الستيرويدز، الايثر اند كلوروفورم فور الكالويد اند كوينونز. طبعا الكلوروفورم يعني هو الاساس لاستخلاص الالكالويد. The extraction of organic bases، القواعد اللي هي مثل الالكالويد يوجوالي necessity basification of the plant material and water immiscible solvents is to be used. طبعا هنا باستخلاص القلويدات دائما هي اسمها الكالويد. الكالويد يعني شنو؟ هي بيس، قاعدة. فنحتاج احنا شغلتين، هاي باستخلاص الالكالويد نحتاج نحوله الى ملح، انه نضيف حامض وارجع اضيف له قاعدة حتى ارجع افصله من جديد. يعني الها يعني شغل خاص الالكالويد، دائما ما القاها فري بالنبات، دائما القاها اتاش تو اذر كومباوند، دائما القاها بصيغه سولتس بالنبات، بصيغه جلايكوسايد. فمن افصلها لازم اول مره افصل المركب الثاني اللي هو اتاش تو ات، افصله دائما انه انا اعطيه مثلا حامض حتى احول الماده اللي وياه هي اللي تصير ملح، وهو اخليه فري وبعدين استخلصه. يعني فالطرق شويه يراد لها تكنيك خاصة. For aromatic acids and phenols, acidification may be required. مثلا في حالة الأسيدز إنه لا أنا أحتاج أسوي acidification. Extraction itself may be performed by repeated maceration with agitation, percolation, or by continuous extraction اللي هو مثلا succinate extractor. يعني عملية الاكستراكشن نفسها طلاب تكون ريبيتد احيانا، يعني سويت اكستراكشن وتبقى المادة نفسها ارجع اسوي لها اكستراكشن مرة ثانية. يعني شلون الواحد مثلا واحد لما يحضر زيت الزيتون، زيت الزيتون لما يصنعوه يسموه زيت الزيتون البكر مثلا. شنو البكر؟ يعني هاي العصرة الأولى، يسموها العصرة الأولى، استخلصت زيت الزيتون. البقع هذا نسميه احنا الاحتالة، ما تبقى
هذا يرجعون مرة ثانية يعيدون عملية الاستخلاص عليه، لأن بعده دي زيت الزيتون بعده موجود، فأرجع أستخلصها مرة ثانية. هذا المقصود repeated maceration. هنا كلمة maceration معناها نقع، نقع يعني نقع، يعني أرجع أنقع مرة ثانية وأعيد عملية الاستخلاص. أنا بيبا استخدمت الماسريشن بوتر، أرجع أخليه بوتر. من هو اللي أخليه بوتر؟ قلت لكم يعني الراسب شلون هو بالضبط، بس أشرح لكم. زيت الزيتون، جبنا الزيتون عصره طلعوا من عنده زيت، هذا ما راح ينذب الباقي اللي هو البقى، يعني ما راح ينذب، يرجعون من جديد ينقعوه ويعصروه. لكن مثلا زيت الزيتون يمر حوالي بأربع أو خمس عصرات، واضح؟ طبعا البكر اللي هو من أول عصرة هذا هو أفضلهم أكيد، لكن يقلون لما آخر شيء يعني إلى آخر قطرة زيت تنزل من عدة أربع خمس مرات، يلا أقول أنا هذا استنفذ كل الزيت اللي بي. نفس الشيء أي عملية استخلاص أريد أستخلص الكلول، ما يعني ما أخليها من مرة واحدة، أكرر العملية على ما تبقى من النبات حتى أستخلص كل الكمية. هذا المعنى الربيع. أحيانا عندنا continuous extraction، هذا الاستخلاص المستمر باستخدام أجهزة مثل السوكسوليت. سوكسوليت اكستراكتر، جهاز استخلاص صنعه عالم بريطاني، عالم بريطاني بالستينات اسمه سوكسوليت، اسم العالم سوكسوليت، فسمى الجهاز على اسمه. قال أنا ليش كل شوية أعيد الاستخلاص؟ سوى جهاز، أنا سأكون أشوفكم إياه هنا أعتقد، أنا خلت له صورة. احنا راح شوية نصعد وننزل يعني طلاب، ما عندنا مشكلة. هذا السكسوليت طلاب، صنع هذا الجهاز، هذا السكسوليت عبارة عن شنو؟ هيت سورس، هذا مصدر هيتر، هيتر، وهنا ايش خالين بالهيتر؟ خالين فوقه راوند فلاسك، راوند فلاسك، هذا الفلاسك يخلون بيه المدير. المدير ممكن يكون ديستل ووتر، ممكن يكون ايثانول، ميثانول، شنو انا قلنا هذا حسب طبيعه الماده اللي اريد استخلصها. هذا المدير، فقط المدير، هاي ديستليشن فلاسك، يعني شنو هذا فلاسك؟ تقطير يسمونه، يعني راوند فلاسك. الطلاب لازم يكون راوند، يعني مو كونيكال فلاسك، لا راوند فلاسك. اجى خلى بيه قطعه ثانيه شكلها اللي هو شنو يسموها الروم اكستراكتر، يسموها غرفه الاستخلاص. هذه شوف حد هنا، هذه طلاب، هذه قطعه، هذه لهنا منا لهنا، هاي قطعه ثانيه، شوفوا شكلها. هذا شنو هذه هنا عنده؟ هذه ثمبل، يسموه ثمبل. الثمبل هذا شلون القمع، قمع يعني شايفين ورقة ترشيح، هي شلون قمع الفلتر مال جهاز الفلتر مال المي، هيك يعني تقريبا يكون مفتوح من الداخل، لكن الخارج مالته شلون، شلون الكلينكس القوي، فمادة خاصة بالاكستراكشن يسموه ثمبل. يخلون بداخل هذا الثمبل، شوف هذا الشيء الثمبل بداخله، يخلون النبات يعني الباودر اوزنه، مثلا اخلي بيه هذا تقريبا ياخذ عدته بالمختبر 20 غرام، 20 غرام باودر نبات درايد باودر، اوزن 20 غرام اجي اخليه بالثمبل، اجي هذا الثمبل اخليه بهذا يسموه الروم اكستراكتر، غرفه الاستخلاص. زين، بعدها تيجي قطعه ثالثه هو الكوندنسر، مكثف، هذا شايفيته يمكن كلكم، هذا المكثف، مكثف، هذا المكثف فيه فوهتين، شوفوا هذه وهذه الفوهة الثانية، هذه هي دخول الماء البارد. هنا لازم عندي ماء بارد، شيسون ده يعني جهاز تبريد احنا عندنا بالمختبر، او ماء مثلج يعني، لان هو اني كوندنسر مكثف. انا هنا راح يصعد لي، شوفوا هنا يغلي المذيب السولفنت، يغلي، شغل الهيتر، الغليان، هذا البخار وين راح يصعد؟ يجي على الثمبل هذا اللي داخل المادة الفعالة، راح يستخلص المادة الفعالة كل المركبات. هنا السكسوليت ما راح يستخلص لي ترى مركب واحد، يعني مو فقط هو الكالويد، أو إذا أريد الكالويد واحدة أو فينول واحدة أكمل بعدين ورا هاي الخطوة أكمل خطوات أخرى، لكن هذا وحدة راح يطلع لي كرود كومباوند، كرود اكستراكشن،
يعني كل المركبات الفعالة الموجودة داخل النبات يستخلصها السكسولين. هذه راح تجيها حرارة يعني البخار ويرطبها، راح تنفذ. وهي هاي التمبل قلت لكم شلون كلينكس التخين كلش، شلون جهاز التقطير مال المي مال التعقيم بالبيوت، المنظومة مو بها هذا الفلتر يدخل لها المي ويخرج من عدها، يصير شلون المي نقي ونشوفه بعدين صار وسخ وبيطين. نفس الحالة هذا هنا راح ينفذ المادة الفعالة. من تنفذ وين راح تروح؟ ترجع تنزل وين؟ بالمذيب. هنا ترجع هنا بالمذيب تنزل طلاب، واضح شلون؟ اللي راح يساعد بهاي العملية شنو؟ الكوندنسر، هذا المكثف. من راح يصعد البخار هنا يدخل ماء بارد راح يكثفه ويرجع ينزل وين؟ يرجع للراوند فلاسك. فأنا أشغل الجهاز هذا، طبعا هنا يخرج الماء الحار، هنا مو هذا بخار يبرده ويطلع للماء حار منه وادخل له ماء بارد. هاي العملية مستمرة طلاب، ايش يسموها continuous extraction. هاي تاخذ لها 5 ساعات 6 ساعات. يعني شنو هو الكونتينوس؟ انه انا مستمرة بعملية الاستخلاص. شوفوا مو مثل دنيشي انه انا عندي ماسيريشن وشي نقعت النبات، مثل قلت لكم مثل استخلاص زيت الزيتون، مرة بعملية وارجع اعيد. هذه العملية مستمرة يعني إلى أن أستنفذ كل المركبات الفعالة من هذا النبات، إلى أن أستنفذ كل المادة الفعالة، لأن هي مستمرة. شلون أعرف أنا استنفذت كل المادة الفعالة؟ لما يعني هذا اللون ياخذ، طبعا هذا الإيثانول مثلا هنا المذيب لونه شفاف لونه، بالاستخلاص راح يتغير لونه لانه مركبات فعاله، راح يصير شلون على بي اف جي بعدين على جوزي بعدين اشوف اللون ثبت. يعني انا مبين هو طلاب انه انا مدى يتغير عندي الشيء. خلصت كل الماده الفعاله اجي اطفي الهيت سورس، اعوفه يركض يبرد، يلا اشيل افصل هاي الاجهزه كلها وحده وحده، اشيلها افصل الووتر اللي هو الكولد وهنا الهيت ووتر اللي يخرج، اخذ هذا الراوند فلاسك. صارت الماده الفعاله كلها وين؟ هنا خلطت مع المذيب. والشغله الحلوه اللي بهذا الجهاز انه انا بعد ما احتاج ترشيح، ما احتاج افصل بعد الراسب ولا عندي راشحين، هو كله راشح. هذا صار فقط اللي نسويه انه اوديه على روتري ايفابوريتر او مباشره اخليه بالاوفن يتبخر الايثانول، تتبخر الماء هذا المذيب السولفنت الاورجانيك سولفنت يتبخر ايفابوريشن، وبالتالي احصل على الماده الفعاله لوحدها هي تكون دراوند، اجفف الماده الفعاله. طبعا من اجفف ما اعوفه بالراوند فلاسك، افرغه ببيكر اخر واخليه بالاوفن او اسوي له تبخير بالروتري ايفابوريتر. واضح طلاب؟ هذا الجهاز يسموه السكسوليت، يتكون من قطعة 3 قطع زجاجية مع هيت سورس مع تمبل لوضع السامبل بداخله. هذا يسموه continuous extraction. نأتي على الطرق المعتادة أو السهلة اللي هي بالنقع. ماسيريشن اللي هو شنو؟ النقع هو الماسيريشن. In this process هذا مو continuous، طبعا قلنا continuous مثل السكسوليت، مثل جهاز كلافنجر ايضا جهاز اخر يشبه السكسوليت لكن خاص بالاويلز، خاص لان ذاك الميكانيزم مالته هي تقطير distillation. الماسيريشن in this process the whole or powdered crude drug، يعني المقصود به البلانت يعني طلاب هنا، is placed in a stoppered container مغلق، كان يكون فلاسك كونيكال فلاسك او بيكر يعني ومغلق، يعني اغلقه لازم طلاب. يعني اذا كونيكال فلاسك شلون اغلقه؟ انا اخلي له قطن بالفوهه مالته، اخلي له قطن.
In this process, the whole or part of the food truck is placed in a stopper container with the solvent and a load stand at room temperature for a period of at least 3 days with frequent agitation until the soluble matter has dissolved. The mixture then is strained, يصفى. ما مارك اللي هو الدام في الجزء الرطب السولت ماتريال يعني ما تبقى بال يعني في الاسفل اسفل البيكر از بريست يعصر and the combined liquids are verified by filtration or decantation after standing. يعني طلاب مختصر هذه الطريقه انه الكرود دراج اللي هو النبات الباودر اخليه بفلاسك او بيكر واضيف له المذيب المناسب كان يكون ووتر هوت ووتر قلنا حسب ان الماده قلنا اورجانيك سولفنت اضيف لها طبعا الكميات كلها محدده مثلا اخلي 20 غرام من الباودر اضيف له 250 مل هاي هالشكل يعني المقاييس الموجوده اخلي مثلا 30 مل 30 غرام العفو اضيف له 300 مل 350 هنا أنا الكمية السولفنت مو مضبوطة 100% ليش الآن هذه مجرد هاي خطوة أولية يعني أنا أول وتالي راح أفصل المذيب عن المذاب وراح أسوي له فلتريشن واضح وبعدين المذيب هذا كله راح أبخره بس هو كان مثلا المذيب 250 مل 270 مل هي كلها ما راح تفصل يعني كلها هذه بعدين أبخرها يعني طلاب لازم اخليها بروتر ايفابوريتر او بالاوفن مباشره لكن الاوفن اذا مباشره راح تطول عندي عمليه الدراينج التجفيف فقط فلاتي هاي العمليه انه اخليه هذا البيكر او الفلاسك خليت بيه الكرود دراج الباودر وخليت بيه السولفنت وغلقته قلنا ببطل او كفر يعني واخليه عادي بوسط المختبر لمده 3 ايام احيانا لين يومين اجي بعدها اصفي اول مره بقطعه قماش او شاش حتى شنو هذا النعصر بريست ما تبقى من الماتريال يعني بعدها اخلي له فلتريشن يعني اصفي 100% الفلتريشن غير ما انه انا اسوي له بريست اعصره يعني بشاش او شيء اكيد الشاش راح يعبر جزء من النبات لكن الفلتريشن لا اخذ الفلترت يعني اللي هو الجزء الراشح هذا اللي راح يحتوي لي على كل المركبات الفعالة واضح؟ نجي على الديكوكشن هذا الديكوكشن يشبه الماسريشن بالضبط لكن أسوي له بويلنج يعني بدل ما أنا مباشرة أخذ السولفنت وعوفر يجي على البنج أيام لا نانا وياها بويلنج In this process the crude drug is boiled in a specified volume of water for defined time يعني هنا أنا لازم أنا ديفاين تايم يعني مو عوفة 3 أيام يغلي طبعا لا فهنا أخلي له أنا نفس الحالة أجيب الفلاسك أخلي بي وزن مثلا 20 غرام من الكرود باودر وأضيف له ديستلد ووتر وأغلقه لازم أيضا يعني لأنه البخار هذا ممكن يحمل لي فانكشن كومباوند فانكشنال كومباوند وبالتالي أخسرها فأغلقه بقطن أو كفر معين واخليه على هيتر اسوي له بويلنج لازم يكون ديفايند تايم لانه احيانا طول مده البويلنج راح تتلف الماده الفعاله يعني مثل واحد يخدر شاي يصير تبقون مثلا القوري على النار ساعه ساعتين ليش ما يصير؟ لانه راح تتغير الماده هي الشاي هو شنو طلاب؟ هو مو درايد ليفز يعني مو اوراق جافه مو صحيح ومكسرة وليست مطحونة فاودر مو فاودر ولا هي أوراق كاملة وإنما مكسرة تكسير يعني هذه خلوها وياها ووتر وسوي لها بويلنج إلها مدة محددة and then cool and strain or filtrate بعدها نتركها cool بعدها نسوي لها filtration ونكمل العملية ونتخلص من السولفنت بالإيفابوريشن
This procedure is suitable for extracting water-soluble, heat-stable constituents. يعني ملائمة للاستخلاص بالووتر واللي تكون heat-stable constituents، يعني المركبات اللي تبقى محافظة على نفسها بالهيتينج. أما إذا عندي مركبات تتلف بالهيتينج فما أستخدم هذه الطريقة، أكيد يعني راح أستخدم لها cold water. digestion الهضم، يعني digestion عملية الهضم هذه تستخدم لاستخلاص العناصر بالتحديد، يعني الصوديوم والبوتاسيوم. It's a method of maceration with continuous heating at 40 to 60 centigrade to increase the solubility of active constituents and clarify by filtration. هنا الدايجستشن طلاب ما ذكرته هنا، مو تكون الهيتنج، يعني هنا السوليوشن اللي نستخدمه مو ووتر نهائيا بالدايجستشن، استخدم H2SO4 حامض الكبريتيك. H2SO4 هو اللي نستخدمه بالدايجستشن، يعني H2SO4 وخلي دي مادة الكرود دراج واسوي له هيتنج. هذه يسموها الدايجستشن الهضم، لانه الحامض هنا H2SO4 راح يعني ينهي كل النبات، يعني راح شلون هو اسمه هضم، يعني يهضم كل النبات بحيث مثل ما هو شفاف يصير النبات ايضا يصير شفاف، تبقى فقط في عناصر نقدرها باجهزه ثانيه ايضا. Infusion fresh infusions are prepared by macerating the crude drug for a short period of time with cold or boiling water. These are the diluted solution of the readily soluble constituents of crude drug. The infusion هاي في حالة الفريش infusion يعني أكثر شيء نستخدمها مع الفريش ليز. Percolation اللي هو يعني الاستخلاص بالتقطير distillation، هذا تستخدم للأويلز بالتقطير يعني للأويلز. This is the procedure used for frequently to extract active ingredients in the preparation of tinctures and fluid extracts. A percolator اللي هو a narrow cone shaped vessel open at both ends is generally used. هذا الفيركوليتر يعني الجهاز الاستخلاص اللي هي مثال عليه كلافنجر. is generally used. The solid ingredients are moistened with an appropriate amount of the specific solvent and allowed to stand for approximately 4 hours in a well-closed container. After which the mass is packed and the top of the percolator is closed. فلاب هاي طريقة العمل هي غير مطلوبة يعني حفظها، لكن خطواتها كلها مطلوبة كفهم، يعني تجي من عندها أسئلة من خلالها، لأن هذا تستخدموها داخل المختبر، يعني طريقة عملية تشتغلون بها. Additional solvent is added as required. طبعا هنا كل ما تقل كمية المذيب، لأنه هي بالتقطير راح نفقد كمية من المذيب، أضيف يعني كل ما تقل كمية المذيب، مثلا أنا مستخدمة 200 مل وصل لل 100 مل أضيف 100 مل ثاني. Until that percolate measures about 3/4 of the required volume of the finished product. يعني تقريبا 3 مرات يطيب. The additional solvent is added to form a shallow layer above the mass. The mixture is allowed to macerate in the closed percolator for 24 hours. عملية الاستخلاص فعلا تستغرق يوم كامل واحيانا يومين. هنا طريقة استخلاص الاويلز، طبعا ما نقدر احنا نظل مشغلين الجهاز 24 ساعة مستمرة، فلذلك مثلا 6 ساعات باليوم، نجي يوم ثاني شغلة 6 ساعات، يوم ثالث 6 ساعات، وهكذا الان اكمل 24 ساعة، يعني ماكو مشكلة انه افصل الجهاز وارجع اشغله. فال 24 ساعة هذا مو شرط انه تكون continuous، يعني بس مو يكون الفاصل كبير بينات، لانه ممكن تعرض الى التعفن، المادة الفعالة ممكن تعرض الى الفطريات.
فيكون يوم على يوم أكمل بيه ال 24 ساعة. هنشوف الجهاز هذا الكالكوليتر، هذا فقط هذا هيك شيء يعني بشكل عام للكالكوليتر، لكن هو كجهاز هسه نجي نشوفه. هذا عندنا كونتينوس ليكويد سولت اكستراكشن اللي هو قلنا هسه سكسوليت، هذا شرحناه. نجي على هذا هو السكسولين. ها عندنا جهاز بعد الرفلكس ايضا، هذا من طرق الكونتينوس اكستراكت، لكن قبل الرفلكس خلينا نشوف هذا الرفلكس، نشوف جهاز كلافنجر. طلع هذا جهاز كلافنجر اللي هسه بنحكي عليه ديستيليشن في الكوليتر تقطير، هذا جهاز كلافنجر. هذا الجهاز يشبه جهاز السكسوليت اذا شفتوه، يشبه جهاز السكسوليت، لكن هنا أنا راح طبعا هنا عندي لازم ايضا هيت سورس، هذا راوند فلاسك ادخل جهاز، هذا هو الجهاز السكسوليت قطعه واحده احيانا تكون قطعتين، يعني هذا الكوندنسر ايضا دي كوندنسر، وايضا هذه تقول الماء وخروج الماء الحار، ممكن كلها قطعه واحده او قطعتين، يعني هذه الكوندنسر انا اجي اثبتها كقطعه اضافيه. هنا وين راح تكون السولفنت والكرود دراك؟ راح تكون ممزوجات معا بالراوند فلاسك. شفتوا احنا بالجهاز السكسوليت اكو عندي هنا قطعه هنا ما موجوده اللي هي الروم اكستراكتر، اخلي فيه التمبل. هنا لا هنا السولفنت والكرود دراك، اخلي مثلا الايثانول او الميثانول او اغلب الاحيان استخلاص البولاتايل اويلز يكون بالووتر، نخلي الووتر تقريبا للنصف، يعني حوالي حسب حجم الراوند فلاسك، اذا هو ابو 500 مثلا نخلي 200 250 مل ديستل ووتر، واخلي حوالي 20 غرام من الكرود دراك اللي اريد استخلص من عنده الاسينشال اويلز او البولاتايل اويلز وتمزج معا، وعندي هنا هيت سورس لازم ايضا، وهنا أنا ايضا يبدي تبخير الزيوت مع الووتر ويمر بالكوندنسر. بعدها عندي هنا مفتاح يعني اغلق وافتح فيه لان يكون مغلق هنا، واخلي بيكر هنا تحته انزل من عنده الاسينشال اويلز اللي راح يكون هو للاسفل، هنا الاويل راح يكون للاسفل، راح يتجمع هنا الاويل وذ ووتر عملية التبخير، الاويل دائما ينزل للاسفل راح يصير. بقدر افتح هذا الصمام اجمع الاويلز واغلقه لما اوصل للووتر. تستمر عملية طبعا هاي كونتينوس تستمر، ارجع هنا يتجمع مرة ثانية الزيوت وافتح الصمام واجمع الزيوت الى ان اشوف انه العملية توقفت، يعني بعد ما يتكون عندي زيت اوقف عملية الديستليشن الاستخلاص، معناها نفت كل كمية الزيت الموجودة بالكرود دراج. اتمنى ان تكون واضحه لكم. عندنا طريقه للكونتينوس اكستراكشن هي بالرفلكس، جهاز الرفلكس. جهاز الرفلكس يشبه جهاز السكسولي باستثناء انه انا ما عندي الروم اكستراكتر. هذا هو جهاز الرفلكس. انه هنا أنا ايضا تنحط الووتر او اي سولفنت اورجانيك سولفنت واضيف الى الكرود دراك، ومباشرة عندي هنا الكوندنسر، هذا ايضا كوندنسر ووتر ان ووتر اوت، الووتر ان طبعا هو يكون كولد ووتر، والووتر اوت يكون الهيت ووتر او الهوت ووتر العفو اللي موجود اللي راح ينتج عن عملية الكوندنسر، وايضا هيت سورس. لكن فرق الرفلكس عن السكسوليت هو انه هنا تمزج المادة الفعالة او الكرود درنك مع السولفنت، وبالتالي من اكمل عمليه الاستخلاص احتاج فلتريشن، احتاج فلتريشن، في حين بالسكسوليت ما احتاج الى فلتريشن. اذا انتبهتوا علي بالسكسوليت ما نحتاج فلتريشن، لانه قلنا انا عندي الماده اصلا هي وين موجوده الكرود دراج مفصوله عن السولفنت، تكون ماكو مزج بين الكرود دراج مباشر مع السولفنت، فقط المواد الفعاله راح ترجع تذوب بالسولفنت، فما احتاج بيها فلتريشن.
هذا الطلاب عدل المحاضرة انتهت، هي تكملة محاضرة يوم أمس، إن شاء الله تكون واضحة.